مرحبا معتز، كيفك؟ معتز أنا بدي إلك أنه أنا صرت أعرفك كأنك من أهل البيت، كأنك من عائلتي، كأنك من أصحابي، كأنك ولد من ولادي. أنا كل يوم بوعى لشوف أنت شو حاطت بوستات، تعرف شو عم بيصير بغزة، شو عم بيصير فيكم. صرت حافظة غزة كلها، أحيا غزة، شوارع غزة. شو بدي إلك، قلبي معكم وروحي معكم. صار ضميري بيوجعني إذا عم باكل، إذا عم بشرب، إذا عم نام، إذا في سقف فوق راسي، إذا عم بقعد متهني بشي، ضميري بيوجعني صراحة. معتز، اللي عم بيصير فيكم شي مش هين أبدا، ما بيتحملوا بشري. بتأمل أنا وبصلي وبدعي لكم إنه تخلص هالأيام السودة على عن قريب، وبدعي لك إنه الصبر، مع إنه هيدا طلب كتير كتير قاسي وكتير صعب خاصة عن قريب، وبدعي لك إنه الصبر، مع إنه هيدا طلب كتير كتير قاسي وكتير صعب خاصة باللي عم تمرقوا فيه. شو بدي أقول لك، أنا بتأمل إنه بيوم من الأيام بيجي باكل مقلوبة من تحت إيدين أمك، وإلك مني درون. شو بدي أقول لك كمان، بس بصلي لك إنه تكون بخير معتز، ما تاخد ريسك، ما تخاطر بحياتك، انتبه على حالك. بعرف إنه ما في محل آمن بغزة، مطرح ما بتروحوا، مطرح ما بتمشوا، مطرح ما عم بتناموا، كله بخطر، بس انتبه على حالك. أوكي، بدي أطلع على هيدا الطنبور كمان، بدي أطلع معك مشوار تبرمني بغزة. أوكي معتز، يلا إن شاء الله بشوف وجهك على خير. أنت بصلواتي وبدعواتي، أنت وأصحابك وعائلتك وكل أهل غزة. يلا إلى اللقاء معتز.